مرحبا بكم في سبور إكسبريس. الإدارة الوطنية للتحكيم تابعة الجامعة التونسية لكرة القدم معنات اليوم على حكام مباريات الدفعة الأخيرة من الجولة الثانية من البطولة واللي تلعبوا نهار الخميس مع ماضي 3:30 الملعب التونسي ضد نجم المتلوي أو كلوب إدارة الحكم حسام بولعريس، والستة في بن جنات ديربي الساحل الاتحاد الرياضي المنستيري واجه النجم الرياضي الساحلي. المقابلة هذه باش يزفرها الحكم نضال الطيب. نذكر بحكم مباريات الدفع قبل الأخيرة اللي يتلعبوا غدوة من 3:30 مستقبل سيمان ترجي رياضي تونسي الحكم هيثم الترابلسي، مبدئيا من 3:30 مباراة النادي صفاقس اتحاد بن قردان الحكم هو أشرف الحركاتي. قلت مبدئيا على التوقيت لأنه ممكن يتم تغييره، ولكن إلى حد الآن ما زال توقيت المقابلة هو من 3:30. إدارة النادي صفاقس كانت طلبت من الرابطة تغيير موعد انطلاق المقابلة والرابطة ما استجابتش للطلب هذا، واليوم مؤسسة التلفزة التونسية أعنت في بلاغ أنها ما رفضتش مقترح تغيير توقيت المقابلة وما عندهاش مانع باش تبدل توقيت المقابلة، وأنه أصلا ما تمش استشارتها لتغيير توقيت المقابلة. إلى حد الآن توقيت مباراة سياسة اتحاد بن قردان ما زال ما 3:30، مع فما إمكانية التغيير للخمسة ونص متاع العشية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر مراجعة مواعيد مباريات دور المجموعات من رابط الابطال وكاس الكاف وتم تأخيرها بشهر كامل. نعطيكم المواعيد الجديدة لمجموعات الكاف وتشامبيونز ليج: الجولة الاولى 26 و 27 نوفمبر، الجولة الثانية ما بين 6 و 8 ديسمبر، الجولة الثالثة ما بين 13 و 15 ديسمبر، الجولة الرابعة ما بين 3 و 5 جانفي 2025، الجولة الخامسة ما بين 10 و 12 جانفي 2025، والجولة السادسة ما بين 17 و 19 جانفي 2025. نذكر أنه قرعة دور المجموعات الرابط الأبطال والكاس الكاف باش تصير في القاهرة في مصر نهار 7 أكتوبر. تأجيل مجموعات رابط الأبطال وكاس الكاف كان بسبب تحديد مواعيد تصفية الشان واللي باش تكون على مرحلتين وحسب التقسيم الجغرافي للمناطق. ثلاثة منتخبات تترشح من كل من 6 مناطق الموجودة في القارة الإفريقية بالإضافة للثلاثة منتخبات البلدان المنظمة للشان، يعني اتحاد شمال إفريقيا الموجود فيه المنتخب الوطني التونسي، فما ثلاثة منتخبات باش ترشح منه، وتونس في صورة تأكيد المشاركة لأنه المكتب السابق هو اللي قال أنه منتخب تونسي باش يشارك في الشان. تنجم تترشح مباشرة مع المغرب وليبيا، خاصة أنه المنتخب الجزائري أو الجامعة الجزائرية رافضة مبدئيا المشاركة في الشان هذه بسبب ضغط الرزنامة، وفما حديث كبير في مصر على كيف على إمكانية اتخاذ قرار من الجامعة المصرية أنه منتخب المصري المحليين ما يشاركش في الشان هذه كيف لنفس السبب اللي هو ضغط الرزنامة. في الوقت هذاك كان الجزائر ما تشاركش ومصر ما تشاركش، فإنه مباشرة تونس لكن بشارك مع ليبيا والمغرب يترشحوا مباشرة للشان اللي بيصير في ثلاثة بلدان اللي هي كينيا وغندا وتنزانيا بين 1 و 28 فيفر 2025. في صورة إجراء التصفيات فإنه الدورة والمتصفية الذهب ما بين 25 و 27 أكتوبر، والإياب ما بين 1 و 3 نوفمبر، والدور الثاني ذهب ما بين 20 و 22 ديسمبر، والإياب ما بين 27 و 29 ديسمبر. حسب صحيفة كوريري ديلو سبور الإيطالية، المدرب السابق للبارسا تشافي رفض عرض لتدريب روما بعد إقالة دي روسي الأسبوع اللي فات. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم